14/4 هذا اليوم الوطني المعترف بكافة الأطراف به هو يوم الأسير الفلسطيني. نحن نؤكد رسالتنا الدائمة للوقوف مع قضية الأسرى، هذه القضية الدائمة منذ بدء المشروع الصهيوني لحد هذه اللحظة هي ملازمة للنضال الوطني الفلسطيني. سيكسر هذا الأسلوب في يوم الأيام، ستتحطم كافة المعتقلات إن شاء الله في يوم من الأيام، وسيفرج عن كافة أسرانا البواسل. هم أخيارنا، هم بناة الدولة، هم نبراسنا، هم بوصلتنا بشكل دائم إن شاء الله. اليوم إضراب تحذيري في سجن نفحة وريمون بسبب وبقية جنوب الجنوب بسبب نقل مسؤولين السجون من الفصائل. لذلك في يوم الأسير الفلسطيني، في اليوم الوطني لأسرة أبنائنا في السجون والمعتقلات، ندعو أبناء شعبنا والمؤسسات الدولية والحقوقية لإطلاق حملة دولية لإطلاق سراح أسرانا فورا خاصة، وأن كل الإجراءات الاعتقالية بحق أبنائنا وأسرانا هي لا قانوني من حيث الشكل والمضمون ومخالفة للقانون والقانون الدولي الإنساني، وتعد جرائم دولية بحق أسرى البواسل. الرسالة الحقيقية أن هذا الشعب الفلسطيني هو شعب لا يريد إلا الحرية والاستقلال، هو شعب ليس بمجرم. هناك أكثر من 800 ألف أسير ومواطن فلسطيني مروا عبر زنازين هذا المحتل. اليوم يوجد أكثر من 7000 أسير فلسطيني داخل زنازين هذا المحتل. اليوم الرسالة الأهم يوجه هذا الشعب العظيم إلى كل هذا العالم، مؤسساته الحقوقية، مؤسساته القانونية، أن أسرانا الأبطال لن نتركهم. يجب أن تقولوا كلمتكم، كلمة الحق، بحق ما يجري لأسرانا الأبطال بكافة شرائحهم، بكافة تفاصيلهم من مرضى وشيوخ ونساء وأطفال. اليوم أيضا نبعث برسالة إلى حكومة هذا المحتل، إلى إدارة سجوني، أن هذا الشعب العظيم لن يتخلى عن أسراه، وكفى استهتارا بحقوق الإنسان، بحقوق هذا الأسير الفلسطيني. الرسالة أيضا من شعبنا العظيم إلى كل هذا العالم، أن هذا الشعب سيبقى يقاوم، سيبقى يناضل، سيبقى أسرانا شامخون حتى الوصول إلى القدس عاصمة أبدية لفلسطين. اليوم أقف أمامكم وأحني هامتي احتراما لجند آلات الصمود القابعين في زنازين الكرامة، في سجون الأمل، في معتقلات الحرية. أما اليوم فلن أحني هامتي، بل سأرفعها حتى تصل إلى عنان السماء، فقد أدركت أن أدق معاني الهزيمة تتحقق عندما يتحول شعب محتل إلى شعب يرضخ لإرادة مغتصبيه، فيتوقف عن المحاولة فيغدو مهزوما. أما أنتم يا أحرارا خلف القضبان، تمردتم، رفضتم، أبيتم، قاومتم، منعتم العدو التمتع بلذة الانتصار، فاستمتعتم بالعزف على قيثارة المقاومة، تنسجون لحنا للخلود. إن شلالات الدم التي تجري في مدننا وقرانا ومخيماتنا وشوارعنا وعلى جنبات مختصبات العدو بلونها، بحجمها، بعبق رائحتها المضمخة بشذا البطولة، لتقلق العدو وتنمغه بحقيقة أن هذا الشعب يأبى الرضوخ، وحيث أننا لازلنا بمقربة من شهر آذار نعيش يوم الكرامة، فما زالت مصانع الكرام تمد هامات الرجال بريح العزة والإباء. نعم نعيش يوم الأم، لكن الأمة الفلسطينية وبشهادة برنامج اسألوا العرب تفردت بالصبر والبطولة. ليس في العالم إلاك أمي، ومعذرة عن لفظ أمي، فأنا أحس أن كل أم فلسطينية هي أمي. ليس إلاك أمي من يسمع
الاستشهاد والأسر بالزغاريد، تختلط لديك دموع الفراق بزغاريد العزة والأباء، تضحكين للموت وأنت تكابدين ما تكابدين، فلا حرية من غير تضحيات ولا كرامة من غير دم. الحياة تستمر، نبني الدولة والمؤسسات ونخترف من مناهل العلم، نزرع الأرض ونقاوم، فنعسر ونستشهد على برنامج توزيع الأضرار. يد تبني ويد تقاوم، فلا الشهادة ولا القيد يوقف مسيرتنا إلى الأمام، بل ورائي ورائي حتى لا تفوتني لذة النصر. إنهم يرونه قريبا إلى بعيدة ونراه قريبا. والسلام عليكم ورحمة الله. أيا أم الأسير سقاك غيث بكره منك ما لقي الأسير، أيا أم الأسير سقاك غيث إلى من بالفدا يأتي البشير. إذا ابنك صار في بر وبحر فمن يدعو له أو يستجير؟ حرام أن يبيت قرير عين ولوم أن يلم به السرور. وقد ذقت الرزايا والمنايا ولا ولد لديك ولا عشير. وغاب حبيب قلبك عن مكان ملائكة السماء به حضور. ليبكيك كل ليل قمت فيه إلى أن يبتدي الفجر المنير. ليبكيك كل مضطهد مخوف أجرتيه وقد عز المجير. إلى من أشتكي وإلى من أناجي إذا ضاقت بما فيه الصدور؟ بأي دعاء داعية أوقى؟ بأي دعاء داعية أوقى؟ بأي ضياء وجه أستنير؟